مشروب من المشاريب اللي احنا كلنا عارفينها اللي هو بيبقى فيها نعناع وليمون. ده ممكن مع تلج استعمل كميه هنا من التلج وبسكر التلج ده بشويه من القطر. دول بيبقوا الاساس. وطبعا هي بالليمون فبحط هنا عصير ليمون. يبقى دوت الاصل اللي انا هستعمله والكميه كبيره من النعناع. بس الاول نضرب دول هنا اهو. وبضيف النعناع. حسب بحب نعناع قد ايه وبحب ليمون قد ايه بزود نسبه وتناسب. ودول بيتقدموا يبقى عندي هنا عصير معهم التلج كميه نعناع. انا حاطط نعناع اكتر من الليمون عاده ممكن نحط شويه اقل. وديت ممكن نزينها بفص ليمون وواحده نعناع. يبقى دلوقتي عصاير من اللي موجوده في البيت ممكن بستعمل زي ما قلت اللي هي زبده البندق بحط معاها كريمه وبحط معاها شوكولات او بحط معاها شوكولاته وبندق. وهنا نعناع مع ليمون مشروبات صيفيه وخصوصا لرمضان بتبقى مناسبه جدا. جربوه ان شاء الله تنال رضاكم.